معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من الدوحة سيد أحمد كسار الأكاديمي العراقي. مرحبا بك دكتور أحمد. رئيس الحكومة في بغداد قال إن الفاسدين هم أكثر الناس دعوة إلى محاربة الفساد، كيف تقرأ هذا التصريح وتوقيته؟ حقيقة مع أهلا بك في البداية، ولا شك أن جمهورك ومشاهديك ومستمعيك يعلمون حقيقة هذه اللعبة السياسية التي يضحكون بها على ذقون العراقيين في الداخل والخارج بانتخابات هزيلة ومرشحين يعني لا تستطيع أن تشير إلى واحد منهم بأنه الأصلح والأنفع للبلد، فبالتالي يعني لا جديد يذكر لمصلحة المواطن ومصلحة العراق والعراقيين. الفساد والفاسدين في هذه الانتخابات بالذات سبق الترشيح، الاتهام الآن قبل أن يدخل البرلمان أصاب الاتهام توجه إليهم، فكيف إذا قد قعدوا على يعني كراسي ومقاعد البرلمان؟ ألا ترى أن تدخل الدول الإقليمية في الحياة السياسية وما تمر به الآن من انتخابات يعد شكلا من أشكال الفساد؟ بالضبط، وهذا ليس كلامي وكلامك، يعني كلام حتى السياسيين وأصحاب يعني النفوذ. يعني أذكر يعني عياد علاوي قبل فترة قال إيران هي التي تحدد القائمة الفائزة في انتخابات العراق وهي التي تعين رئيس الحكومة. هذا ليس قولي وقولك، هذا قول من هو في الوسط السياسي ومشارك ومؤيد ويعني مبارك في العملية السياسية. فبالتالي من الداخل بدأنا اليوم، من الداخل المؤيدين للانتخابات اليوم يعارضونها ويقاطعونها. الشعب لم يرضى ولن يرضى على هذا الوضع. السياسيين في أنفسهم يتكلمون عن تغيير والفساد، طيب والمرشحين هم أنفسهم والوجوهية هي أو من أتى من خلالهم وعن طريقهم. أيضا في آخر تصريح لإياد علاوي قال إن ائتلاف الوطنية لن يسمح بتكرار ما حصل في عام 2010، ويقصد طبعا التدخلات الإقليمية في الانتخابات التي حصلت، ولكن ماذا يملك علاوي لوقف هذه التدخلات؟ لا علاوي ولا غيره، حتى اليوم في اجتماع القمة العربية 26 يعني وجدنا منادات وإعراب عن أمل في تحسن الوضع في العراق بعد الانتخابات. طيب المجرب لا يجرب مرة أخرى يعني، فبالتالي نحن هذه خامس دورة أو يعني مشاركة سياسية يتجه إليها العراقيون إلى أو بعضهم إلى صناديق الاقتراع، ويبذلون الغالي والنفيس ويقتل منهم من يقتل ويفوز منهم من يفوز، وبالتالي الوضع هو. فالحل ليس في انتخابات ولا في هذه العمليات التي المشبوهة بالفساد بدءا من اليوم، من شراء الأصوات ومن استغلال الجدران لتعليق المنشورات إلى آخر ما يصل إليه المرشح. النائبة نهلة الإهبابي قالت إن التحالف الحاكم مهدد بفقدان رئاسة الحكومة بسبب انقسامه، ما تعليقك على هذا التصريح؟ هو الحزب الحاكم حقيقة لم يعطيها منذ أن استلمها، فبالتالي هذه أظن أمنيات وليست توقعات. طبعا حتى يعني المكون الشيعي نحكي هكذا لا يرضى عن تصرفات حزب الدعوة، فبالتالي الخلاف الآن خلينا نقول ضمن الطائفة الواحدة، لأنه رأوا هذا الحزب المتسلط يعني أقصى الجميع من حتى من المكون نفسه ومن الأحزاب الشيعية الأخرى والوطنية وغيرها لكي يستحوذ على يعني هذا المقعد وهذا الامتياز بحق وبغير حق. دكتور أحمد كسار من الدوحة الأكاديمي العراقي، شكرا جزيلا لك.